بعض الأنباء بتبقى غير مفهومة ومؤلمة في نفس الوقت. اهتمامنا بكل مواطن مصري هو اهتمام حقيقي نابع من أنه هو حد مننا، هو أخونا، هو واحد من المصريين الغاليين جدا، ودي الصورة الحقيقية لكل مصري موجود في البلد دي. الخبر اللي يخص اختفاء أحد الطلاب المصريين الدارسين بدولة الأردن، أكيد عدى عليك كده أنه في شاب بيشتغل على متن سفينة واختفى من 8 أيام مفيش تواصل معاه. القصة غريبة لأنه مفيش حاجة اسمها مفيش تواصل مع سفينة، هو حتى لو لا قدر الله حصل أي مكروه للسفينة بيبقى معروف، الملاحة الدولية تعرف، الخفر السواحل يعرفوا، الدول القادمة منها وإليها السفن بتعرف. قصة بتقول لنا لحد النهاردة والمعلومات اللي عندنا أنه سامح سيد شعبان طالب بيدرس في الكلية البحرية في الأردن، بحسب ما أنا فاهمة كده أنه سامح من 8 أيام آخر تواصل ليه مع أهله كان على متن سفينة متجهة إلى ليبيا، وآخر رسائله لأهله أنه السفينة كان فيها عطل. لحد هنا دي حاجة تقلق، لأنه طبعا 8 أيام وقت طويل. في تحرك مباشر حصل أول ما الخبر عن اختفاء سامح بدأ يظهر، هو أنه تواصلت كعادتها النبيلة دائما السفيرة النبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تواصلت معاه وبدأت في التحرك وطلبت جميع الأوراق الخاصة بسامح. أكدت أنها في تواصل مع السفارة المصرية بالأردن لمتابعة الموقف. إحنا لحد دلوقتي ما عندناش معلومة جديدة الحقيقة، يعني